التحليلية من الميادين، استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان يشغل الإسرائيليين، وإعلامهم يرى فيها رسالة إيرانية، وضغطا على إدارة بايدن. بدأت التداعيات الخطيرة لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل تظهر على أمن الخليج. النهضة تدفع بأنصارها إلى الشارع التونسي، وتظاهرات مقابلة لأحزاب معارضة. ما رسائل النهضة من وراء اللجوء إلى الشارع؟ وهل بدأت باستشعار خطر محاولات إقصائها؟ الحشد الشعبي يطلب تحقيقا حول تعاون بغداد في استهدافه، تنديد داخلي بالرواية الأمريكية، والحكومة تنفي أي علاقة. فصائل عراقية ترى في الضربة الأمريكية محاولات لجرها إلى المواجهة، فماذا ينتظر العراق؟ وفي قضية اليوم، إعلام عربي صم بكم أمام تطورات قضية خاشقجي وحقوق الإنسان في حكم النسيان على ألسنة دعاتها. بعد التقرير الأمريكي، حرج أخلاقي مصالح وتبعيات، تعيد صياغة مفهوم الأخلاقيات المهنية والدور الوظيفي السعودي لدى الأمريكي تحت الضوء. لم يكد يتصاعد الدخان من السفينة الإسرائيلية في خليج عمان حتى تصاعدت الاتهامات لإيران في الإعلام الإسرائيلي. هي رسالة تحذيرية، هكذا رأوها بالإجماع والمتلقي تل أبيب وإدارة بايدن. أمن الخليج في قلب النقاش، نتابع ثم نحلل. حادث التفجير الغامض الذي استهدف سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي في خليج عمان حظي باهتمام واسع لدى الأوساط الإعلامية الإسرائيلية. مجرد أن تعود ملكية السفينة المستهدفة إلى رجل أعمال إسرائيلي كان كافيا بنظر المعلقين والمحللين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى إيران بوقوفها خلف التفجير. وبعدما تعاملوا مع هذه الفرضية أنها صحيحة، انتقلوا مباشرة إلى تحليل خلفيات وأبعاد ورسائل الحادثة. إيران لم تفعل هذا منذ وقت طويل، لكنها تستعد لعملية كهذه وتقوم باختيار الهدف بدقة. وليس صعبا أن تعرف صاحب السفينة وإلى أين تبحر. لذا التقدير هو أن إيران هاجمت عن قصد سفينة ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي على خلفية التصعيد والضغط من قبلها على الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى المفاوضات والاتفاق النووي. وفيما رأى معلقون أن الحادث كان استثنائيا ودراماتيكيا، أشار آخرون إلى أن الأمر يتعلق بعملية صغيرة لكن مع ذكاء وتلميح كبيرين، ولا سيما أن من قام بتفجير السفينة الضخمة لم يقصد إغراقها. نحن في لحظات مهمة في المنطقة، وتكثيفا للضغط من جانب إيران على واشنطن تمهيدا لعودتها إلى الاتفاق. إذا كانت المسألة عملية إيرانية فإنها مرتبطة بلعبة أكبر من إسرائيل، ورغم أنها عملية صغيرة فهي ذكية جدا. ملكية السفينة تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي والصديق الشخصي لرئيس الموساد يوسي كوهين رامي يونجر، أثارت مزيدا من الشكوك حول الرسائل التي أريد تمريرها لإسرائيل. وأشار معلقون إلى أن استهداف السفينة جاء على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل وتعهد إيران بالانتقام لاغتيال العالم محسن فخريزادة الذي نسب إلى إسرائيل. محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر، عميد، يعني بناء على المعطيات والمعلومات المتوفرة حتى الساعة، هل يمكن القول بأن المواجهة بين إيران وإسرائيل قد بدأت في الخليج، يعني المواجهة الأمنية والاستخباراتية وأيضا البحرية؟ هذه المواجهة أساسا كانت قد بدأت سابقا، يعني منذ أن بدأ التوتر والاشتباك الغير المباشر يعني بين إيران وبين إسرائيل، ولكن الآن بعد اتفاقات التطبيع يمكن القول أن المواجهة أصبحت مباشرة. لماذا؟ أصبح هناك نقاط ارتكاز لإسرائيل على الخليج، وهي سوف تكون مشروعة، هي سوف تكون نقاط تجارية، سوف تكون يعني بواخر تنتقل وتشحن، ولكن هذه البواخر وهذه النقاط التجارية هي التي تحمل إمكانية أن تكون نقاط استخبارية ونقاط للحصول على المعلومات. ونتكلم عندما نتكلم عن بحر عمان أو خليج عمان، نتكلم عن مضيق هرمز، نتكلم عن الخليج بشكل عام، نحن نشاهد أن هناك تداخل بين مختلف القوى البحرية.
وخاصة في هذا الاشتباك الآن يعني الحار من كل الأطراف، لابد وأن يكون أي تحرك حتى لو كان له طابع تجاري أو طابع عادي، هو كما قلنا يحمل إمكانية لأن يكون ينطلق للحصول على معلومات. وحساسية الموضوع بالنسبة لإيران أنها مستهدفة، أنها جميع قدراتها البحرية ربما والبرية على السواحل، والتي هي الآن من الطبيعي أن تكون مستنفرة أزاء هذا الضغط عليها والحصار عليها من الأمريكيين ومن حلفائهم، من الطبيعي أن أي موضوع أو أي معطيات تخرج أو تظهر على أي تحرك لها سوف تكون مستهدفة، وسوف تعتبر أنها معلومات حساسة وأنها هي المقصودة في هذا الموضوع. لذلك نستطيع أن نقول أن الحرب الأمنية بدأت، الحرب يعني البحرية أو العسكرية والتي تبنى على المعلومات، والحرب البحرية الأمنية هي أصلا أصبح هناك إمكانية لأن تندلع في أي جهة في أي ساعة استنادا للمعطيات التي سوف تحصل عليها إسرائيل، انطلاقا كما قلنا من العمليات التي في الظاهر هي تكون تجارية ومرور عادي، ولكن عمليا هي سوف تكون بهدف الحصول على المعلومات واستهداف النقاط الأساسية والحساسة لإيران. اسمح لي يا عميد أن نتوجه إلى مراد الدلنسي مراسل الميادين. مراد، موجة التطبيع الجديدة قد لا تكون بعيدة عن تنفس إسرائيل الصعداء في حركتها الملاحية، وهنا نسأل أين هي إسرائيل اليوم من محاولتها لخرق الرفض التونسي إزاء التطبيع؟ رانا، ربما من بين سلبيات الثورة التونسية أو ما حدث بعد 2011 هي الفوضى الشاملة التي طبعت وما زالت تطبع مختلف الأجهزة الأمنية التونسية، وهذا ما يترجم بوجود تقارير بعضها يرقى إلى الصحة حول أن المخابرات الأجنبية بشكل عام وحتى الموساد الإسرائيلي يعني أصبح موجود في تونس ويستغل عدة طرق، ويستغل خاصة الفوضى السياسية والفوضى الأمنية التي كانت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولكنها ما زالت مستمرة، والأزمات السياسية والصراعات السياسية بين الأحزاب، كل هذا يستغله الموساد الإسرائيلي للدخول إلى تونس عبر جمعيات ربما يكون تمويلها أوروبي يعني بغطاء أوروبي مثلا، ولكنها جمعيات قد تكون أهداف أخرى، ولكن في النهاية هدفها التطبيع أو ربما يعني جلب أشخاص ربما لتسهيل التطبيع. و هناك يعني مدخل آخر وهو ما بحج الغريبة في جزيرة جربة التونسية، حيث لاحظنا منذ سنوات أن إسرائيليين يتجولون في الشوارع التونسية، بعضهم ذهب إلى المنازل التي نشأوا فيها قبل هجرتهم إلى إسرائيل، وكان ذلك يعني بوابة واضحة للتطبيع. كل هذه يتم استغلالها من إسرائيل بشكل علني وبشكل غير علني للتطبيع. نعم. أعود إليك عميد شار أبي نادر، قلت بأن المواجهة كانت قد بدأت يعني بنتيجة حوادث سابقة، ولكن بنتيجة الحادثة الأخيرة أي انعكاسات لها على أمن الملاحة وبالتالي أي حل أو حتى أي أفق؟ هذه الحادثة يمكن أن تتكرر كل لحظة، يعني كما قلنا هناك تداخل في القطاع البحرية من كافة الدول ومن كافة أيضا الأجندات المتضاربة أو المتواجهة الآن. لذلك يعني الخليج بشكل عام هو يحتاج لمنظومة أو لآلية أمنية هي يجب أن تكون متكاملة بين جميع الدول. لا يمكن للأطراف الأغلب الأطراف والتي هي تقريبا تستهدف إيران أو تصوب على إيران أن تقول أنها تريد أن تحافظ على الأمن في منطقة الخليج وأن تخرج إيران من هذه المنظومة وكأنها يعني تستعديها أو كأنها تستهدفها بشكل عام. وإيران دائما تقول أنها تطالب باجتماعات، تطالب بأي تفاوض معين، تطالب بتنسيق أمني لجميع الدول التي هي لها مصلحة أو لها تواجد على الخليج، إذا كان على باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب وفي جميع الاتجاهات يعني. لذلك من الأفضل أن يكون هناك يعني اجتماع كامل لجميع الدول الشاطئية أو الساحلية على الخليج والتي تستفيد من حركة انتقال البواخر التجارية وغير التجارية، وأن تشترك جميعها في المنظومة الأمنية، ولا يمكن إخراج أحد من هذه المنظومة ولاحقا القول أن هذا الذي يتم إخراجه هو المسؤول عن هذه الثغرات الأمنية. طبعا سوف يكون هناك تداخل كما قلنا في السابق، كان الموضوع وحساس كيف بالحري الآن بعد الدخول الإسرائيلي والقدرة الإسرائيلية في البحر وأيضا في المعطيات الاستخبارية وفي القدرات التنصت والقدرات الاستعلامية القوية. طبعا هذا الموضوع أصبح يحتاج وبقوة لمنظومة أمنية متكاملة.
في الشارع التونسي اختصار للأزمة، النهضة تدفع بأنصارها للتحرك، الشعار الدفاع عن الشرعية. وفي الشارع المقابل حزب العمال وأنصاره، الدافع التنديد بسياسة النهضة. وفي موازاة كل ذلك حراك من قادة سياسيين لاحتواء الأزمة، فهل تتجه إلى الحل أم أنها أمام المزيد من التأزيم؟ نتابع ثم نحلل. حركة النهضة تدفع بأنصارها إلى الشارع رافعة شعار الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والدستور، رسالة تحمل انتباعا أيضا بأنها الحزب الأكثر تنظيما في إطار صراع موازين القوى على الأرض، وأنها جزء من المعادلة السياسية، داعية إلى ضرورة حل الأزمة السياسية عبر الحوار. نحن نريد أن نعطي فرصة لبلادنا ولشعبنا من خلال الحوار، من خلال التهدئة، حتى نستطيع أن نسيطر على مشاكلنا الأخرى الاقتصادية. ما يلزمش الأزمة السياسية تغلبنا كتوانسة وكسياسيين. مسيرة النهضة غاب عنها دعم عدد من قياداتها الداخلية وحليفيها قلب تونس وائتلاف الكرامة، حيث اعتبر الأخير أن النهضة انقلبت على توافقاتها، وأن هذا التحرك يأتي لفرض شروط التفاوض عبر الشارع من أجل تسويات معينة لا علاقة لها بالدفاع عن الشرعية. بالتزامن مع مسيرة النهضة، تظاهر حزب العمال للتعبير عن رفضه لما آلت إليه الأوضاع، وتأتي هذه التحركات التي تشهدها البلاد منذ فترة وسط مخاوف من انزلاقها نحو الفوضى. تحرك حزب العمال وأنصاره يأتي تنديدا بما اعتبروه عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها، ووسط اتهامات للنهضة بتدميرها للبلاد. رسالة نحب أن نوصلها لمنظومة الحكم هو كفى عبثا بمصالح هذا الوطن ومصالح هذا الشعب، والرسالة موجهة رأسا إلى حركة النهضة اللي عندها 10 سنوات في الحكم واليوم هابطة الظهر، والحال أنها مسؤولة رئيسية على تدمير تونس. وفي ظل توتر المشهد السياسي، تتجه كل الأنظار إلى نتائج اللقاء الذي سيجمع الاثنين المقبل الرئيس قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي، لقاء قد يكون حاسما في التوصل إلى حل سياسي، كما أنه قد يفتح الباب أمام مزيد من تعمق الأزمة. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. مراد الدلنسي، السؤال الذي يطرح اليوم، لماذا قررت النهضة النزول إلى الشارع في هذا التوقيت بالذات، وكيف يمكن توصيف الأزمة السياسية في تونس بالاستناد إلى ردود فعل الأفرقاء السياسيين؟ رانا، ما قامت به النهضة اليوم هو يقرب إلى استعراض للقوة منه إلى التظاهر، هو استعراض حقيقي للقوة أن يتجمع يعني حوالي 20,000 إلى 15,000 في وسط العاصمة، هي المظاهرة الأكبر، وبالتالي فهو استعراض قوة. وبالتالي السؤال، لماذا لمن تستعرض النهضة قوتها؟ هذا الحدث وهذا الاستعراض جاء في خضم أزمة سياسية هي الأكبر في تونس منذ 2013. النهضة تعلم جيدا أن تحالفا سياسيا بصدد التشكل، وهو متشكل أصلا بين أحزاب المعارضة ورئيس الدولة، وهذا التحالف يدعو إلى مثلا إلى استقالة رئيس البرلمان أو عزله، إلى حل البرلمان، إلى استقالة الحكومة، يرفض تمرير التحوير الحكومي الأخير، يدعو إلى تغيير الدستور. إذن هناك دعوات ترفضها حركة النهضة وترفض جزء كبير منها، وبالتالي هي تعلم أنها بصدد مواجهة تحالف سياسي رافض للنهضة، بل أن جزء من هذا التحالف يرفض حتى وجود حركة النهضة أصلا في المشهد السياسي. وبالتالي الحركة استغلت هذا التوقيت بالتحديد للقول أنها ما زالت فاعلة في الشارع التونسي، وأن حتى من خرجوا في الشارع منذ أسابيع الحركة بإمكانها أن تحشد أكبر عدد يعني أضعاف مضاعفة منهم، وبالتالي ما زالت تسيطر على الشارع، وبالتالي لا يجب أن تمر هذه القوى إلى الشارع. كذلك النهضة من بين الرسائل هي إلى داخل النهضة الذي شهد مؤخرا انقسامات وصراعات بين رشد الغربي
الغنوشي وبعض القيادات ودعوته للاستقالة وغير ذلك، وبالتالي هي رسالة إلى الداخل النهضاوي أن النهضة ما زالت متوازنة أو متماسكة. كذلك هناك يعني رسالة مهمة وهي إلى مؤخرا في الإعلام التونسي وصبر الآراء، يقال أن النهضة خسرت جمهورها بشكل كبير جدا، وأنها في الانتخابات القادمة يعني ستكون في مراتب ليس في المراتب الأولى. ربما النهضة اليوم أرادت أن تقول أنها ما زالت في الشارع وأن بإمكانها أن تسيطر على المشهد التونسي. نعم مراد، اسمح لي أن أنتقل إلى عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد. عبد الله، لعبة الشارع يتم اللجوء إليها في معظم الدول، ولكن هذه الخطوة البعض يقول بأنها يعني سيف ذو حدين، خصوصا في ظل تواجد يعني شارعين متقابلين. نعم، هذا ما يعيشه العراق رانا منذ فترة طويلة، ربما كان ظهوره على السطح في الشهر العاشر من عام 2019 كان أكثر وضوحا، لكن منذ البداية كان هناك استثمار على خط الأزمات العراقية خصوصا في الشارع العراقي. اليوم بعد أن استقالت حكومة عادل عبد المهدي وتشكلت بعدها حكومة مصطفى الكاظمي، حتى هذه اللحظة ليس معروفا من هم محركو بعض التنسيقيات في الشارع العراقي، اختفت حتى الفعاليات واختفى الناشطون الذين كانوا يواكبون حركة التظاهرات في الشارع العراقي. الناصرية مثلا مركز محافظة ديقار وهي من أهم محافظات الجنوب العراقي لليوم السادس على التوالي هي مشتعلة بالتظاهرات، هناك قرابة 7 سقطوا من المتظاهرين خلال الاحتكاك مع قوات الأمن العراقية، محافظان تغيرا، كلف مسؤول أمن عراقي رفيع بإدارة المحافظة، لكن لم تهدأ التظاهرات وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، حتى وصلت الأمور لأزمة كيف يمكن أن تكون المحافظة مهيئة وأجواءها مناسبة لاستقبال، وهي يعني تمثل إحدى محطات زيارة البابا المزمعة خلال الشهر المقبل. الشارع العراقي شهد حراك وتظاهرات، وأخطر ما كان فيه أن هذه التظاهرات لا لها قيادة واضحة ولا لها مطالب محددة وواضحة، وبالتالي دخلت البلاد في أزمة ودوامة هي لم تنتهي حتى هذه اللحظة. أعود إليك مراد الدلنسي، ذكرت في المداخلة الأولى بأن لهذا النزول إلى الشارع 3 رسائل داخلية إلى الأفرقاء السياسيين، إلى داخل حركة النهضة وأيضا إلى جمهور النهضة، أليس هناك رسائل خارجية خصوصا بأن بعض سفراء الدول دخل على خط الأزمة في تونس؟ نعم رنا، هذا مؤكد، يعني تقريبا الاجتماعات التي حدثت في تونس خلال الأسبوع الأخير بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة تقريبا هي أكبر عدد من السفراء الذين يجتمع بهم القيادات السياسية في تونس، وهذا يؤكد أن الدول الغربية خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلوا على خط الأزمة ويستفسرون عن طبيعة الأزمة في تونس، لأن لها تداعيات ربما على الاستقرار في تونس والاستقرار بشكل عام، وبالتالي اللعبة الدولية مهمة جدا. حركة النهضة أؤكد أنها أرادت توجيه هذه الرسائل للخارج. رسائل النهضة تعلم جيدا أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي وبالتحديد نتحدث عن فرنسا ومن خلال التابعين لها في الداخل التونسي والمقربين من فرنسا في الداخل التونسي يرفضون تواجد النهضة في المشهد التونسي، أو على الأقل يرفضون أن تتصدر أو أن تكون في واجهة المشهد التونسي، وبالتالي رسالة النهضة اليوم إلى فرنسا تحديدا أن النهضة ما زالت قوية ولا يمكن أن يكون أي حل في تونس وللأزمة السياسية إلا بوجود النهضة، ولكن هناك قوى أخرى أوروبية ربما ليست لديها أي مشاكل مع وجود النهضة وتصدرها للمشهد، والولايات المتحدة أيضا النهضة تريد أن تقول أو تدعو هذه الدول إلى الضغط على الداخل التونسي. نعم. على الأحزاب التونسية من أجل القبول بحركة النهضة وتخفيف الضغط عليها، وبالمحصلة النهضة اليوم أرادت من تحسين شروط تفاوضها ودعوة الجميع إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس بأن تكون النهضة في موقف ضعف ولكنها في موقف قوة، إذن هو تحسين قوة لشروط التفاوض. طيب، بعد الغارة الأمريكية على الأراضي السورية قرب الحدود مع العراق، هزة سياسية، رواية أمريكية حول تعاون بغداد في استهداف الحشد الشعبي، تستدعي التنديد الداخلي والنفي الحكومي، الحشد يطالب بالتحقيق وفصائل تؤكد الاحتفاظ بحق الرد، فإلى ما ترمي واشنطن؟ نتابع ثم نحلل.
تشتد الحالة العراقية بعد الغارة الأمريكية عند الحدود مع سوريا. لا تقف التطورات عند الغارة أو تأثيرها الميداني، بل تتأزم. رئيس تحالف الفتح هادي العامري يطلب تحقيقا في أصل الغارة، كما لم يتوقف عند النفي الرسمي الصادر من وزارتي الدفاع والداخلية لأصل التعاون مع الجانب الأمريكي لتنفيذها. كتائب حزب الله اعتبرت التعاون خيانة تفرض الحساب، وتؤكد براءتها من أي قصف سبق ونفت علاقتها به، وتحتفظ بحق الرد. قناعة تامة لدى الفصائل العراقية أنها محاولات أمريكية لجرها إلى المواجهة، لكنها تؤكد أن المواجهة إن تقررت فستكون الرصاصة الأولى منها، وتترك حتى ذلك الحين فرصة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. تطورات متسارعة انطلقت من لحظة القصف الأمريكي للشريط الحدودي، فبينما شد وزير الخارجية فؤاد حسين رحاله إلى طهران في زيارة خاطفة، جاء ملف الغارة الأمريكية مصحوبة بدعوات التهدئة التي طالما ينادي بها العراق في موقفه الرسمي. وتأكد للميادين أن لجنة عراقية رسمية تستطلع الحدود العراقية السورية حيث الغارة. فترة مقبلة ساخنة، هكذا تتوقع مصادر أمنية عراقية، وعلى هذا الأساس تتحرك أطراف عراقية فاعلة من تلك التي ترى في حراك إدارة الرئيس جو بايدن تغييرا غير متوقع، وفي اقتراب إدارته من تشابه يقارب التطابق مع إدارة سلفه الرئيس ترامب، خصوصا لجهة ملفات المنطقة والعراقي منها. الإشكالية التي تشكل تحديا ماثلا أمام الرئيس بايدن هي أنه يواجه انتقادات لنكثه عهودا انتخابية بإنهاء ما أسماه حينها بحروب لا متناهية في أفغانستان والشرق الأوسط، فيما قناعة خصوم واشنطن في العراق أن المقاربة بين الرئيس الحالي وسلفه هي لعبة اختيار بين الشرطي السيء والشرطي الأسوأ. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. عبد الله بدران، الرواية الأمريكية حول تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن وبغداد تتفاعل. الحكومة العراقية نفت ذلك، ولكن ماذا ستفعل إزاء المطالبة بالتحقيق في الأمر؟ نعم رانا، بداية الموقف صدر من الدفاع والداخلية بنفي أي تنسيق لتنفيذ هذه الضربة، وأرادت وزارتا الدفاع والداخلية أن توضحان أن الهدف من التنسيق مع التحالف بقيادة واشنطن هو فقط لمحاربة ومواجهة مسلحي داعش، ذلك أن هذه الوزارات مع قوات الحشد الشعبي، مع هيئة الحشد الشعبي، تمثل مؤسسات أمنية عراقية، وهي وجدت نفسها في صدمة من التصريح الأمريكي والذي لم يغطه حتى التعديل الذي أجراه البنتاغون على التصريح. الفصائل العراقية بهذا البيان تبدأ صفحة جديدة، البيان الذي كان قبل قليل كعواجل في أسفل الشاشة، بدأت صفحة جديدة. واضح جدا أنها اعتبرت أن ما حصل عند الحدود العراقية السورية وما حصل من غارة أطاح بكل التفاهمات، بمعنى أنها تقترب بالفعل بخطى من نقطة لا عودة وبخطى سريعة، وتنتقل لمرحلة أخرى من التفاهم مع الوجود العسكري الأمريكي، بعلما أنها تركت الباب مفتوح أمام تفاهمات سياسية لإنفاذ قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق. لكن من الواضح أن هذه الفصائل لديها، بالإضافة للقناعة، لديها معلومات أن هناك عمليات ستكون مشابهة لما جرى عند الحدود العراقية السورية، وهذه قد تتكرر، وهي حتى هذه اللحظة لم تلحظ على الأقل موقفا رسميا يصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة، بعيدا عن التعاون أو إن كان أو لم يكن. لكن هناك أحد العراقيين قد سقط بفعل هذه الغارة، وأن هناك إبلاغا قد تم بالفعل، وأن هناك تحقيقا أمريكيا برغم النفي الذي صدر من مختلف الفصائل، ونتحدث عن الفصائل الفاعلة. هنا البيان اللافت فيه أنه لم يصدر فقط عن كتائب حزب الله الذي سقط أحد منتسبيها والمنسوب لقوات الحشد الشعبي في هذه الغارة، لكن هو صادر من الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية، بمعنى أن خصوم واشنطن الأجنحة العسكرية بدأوا بالفعل يعدون العدة لمرحلة جديدة، وهم منذ فترة طويلة في وضع أمني خاص يتمثل بالاستعداد لأي طارئ قد تقدم عليه واشنطن. واسمح لي أن أنتقل إلى العميد شارل أبي نادر. عميد، يعني كيف يمكن أن نقرأ المشهد الميداني اليوم في العراق من خلال الخطوات ومن خلال الرواية الأمريكية والتعديل على هذه الرواية الذي جاء على لسان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي؟
يعني بداية هذا الموقع الذي استهدف هو ليست المرة الأولى الذي يستهدف، وكانت دائما هذه النقاط على الحدود العراقية السورية تستهدف بمعزل عن عملية على الوحدات الأمريكية داخل العراق أو داخل سوريا أو بغير عملية. لذلك هذه الأجندة المتعلقة بالمناورة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية في استهداف هذه المنطقة هي أنا بتقديري ترتبط في الداخل السوري وبالموضوع المتعلق بداعش وبالترابط بين الأرض أو بين العراق وسوريا وبالتواجد المتعلق بالتنف وبسوريا أكثر منه بارتباطها بالعراق. لذلك هذا الموضوع أنا بتقديري طبعا الأمريكيون سوف يضعون يعني حجة معينة أو تبرير لهذا الموضوع أنهم حصلوا على معلومات من الحكومة العراقية، وهذا باتجاهين، يعني أول اتجاه لتبرير الضربة، والاتجاه الآخر والأساسي يعني بتقديري هو للإيقاع بين فصائل المقاومة والحشد الشعبي وبين الحكومة العراقية، وهذه هي النقطة الحساسة في الموضوع. الثغرة في هذا الموضوع أنه ربما الحكومة العراقية طلب منها معلومات عن هذا الموضوع، هي قالت أو اعتبرت أنه داخل الأراضي العراقية لا يوجد أي فصائل المقاومة هي مسؤولة عنها واستهدفت الوحدات الأمريكية. هذا الموضوع قد تستغله الوحدات الأمريكية أو الأمريكيون ربما استغلوه يعني استهداف كما قلنا خارج العراق أو على الحدود العراقية السورية ولأجندة أخرى مرتبطة أو مختلفة بالكامل عن الداخل العراقي. أعود إليك عبد الله بدران، يعني انطلاقا مما قاله العميد شارل أبي نادر، هذه الرواية تهدف إلى تبرير الضربة والإيقاع بين بغداد وفصائل الحشد الشعبي، وكما قلت أيضا بأن الفصائل يعني قالت كلمتها ورسمت ربما ملامح المرحلة المقبلة. وعليه سأسأل سياسيا ما الذي ينتظره العراق بعد هذا الضربة وهذه الروايات، وأيضا ميدانيا إلى أين يتجه؟ سياسيا لهذه الفصائل رانا حلفاء في الحشد الشعبي وقوى فاعلة وشخصيات وازنة وراكزة ومؤثرة وتتمتع بعلاقات إقليمية ودولية واسعة ومؤثرة. هذه الفصائل وقادتها وأصحاب القرار فيها يعتقدون أن الأمريكي إن أراد أن يتفاهم مع الإيراني فيجب أن يكون على دراية بأن الفصائل العراقية غير معنية لا بأي مرونة قد يبديها الأمريكي لجهة التفاوض في الملف النووي أو أي تصعيد. هي تريد أن تعلن في أكثر من مناسبة أو أعلنت أنها غير معنية بأي تفاهمات مهما كانت كبيرة هذه التفاهمات إقليميا، لكنها على قناعة أن إدارة بايدن تريد أن تتفاهم، وإدارة بايدن بهذه العملية تحاول أن تحيد إسرائيل وأن تدخل على الساحة أكثر، أن تتوسع في الوجود في الداخل السوري، ولا مرونة واسعة لأي عمل عسكري إلا الساحة العراقية. لذلك يتوقع أن هناك هجمات قد تشنها هذه الإدارة مهما بالغت في وصف أن هذه الضربات مدروسة ومحسوبة، فهي متيقنة وتتحرك على هذا الأساس بالمناسبة، على أن الساحة العراقية مهيئة لأي عمليات عسكرية أمريكية، حتى وإن كانت الإدارة الأمريكية تحاول أن تبعد الحرج عن الحكومة التي توصف بأنها عمليا الأقرب للإدارة الأمريكية من الحكومات التي سبقتها، سواء في التفاهمات أو في طريقة التواصل أو في الدعم الذي تلقاه الحكومة العراقية الحالية عن سابقاتها. الساحة العراقية تعتقد هذه الفصائل هي مهيئة، وأبرز دلالة على ذلك واستهداف القادة في مطار بغداد، بمعنى أنه لم يكن ليتم في سوريا، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يتم في أي ساحة أخرى بهذا الإعلان وبهذا التبني الواضح من قبل البيت الأبيض. وبالتالي هي تضع في حساباتها وتعد العدة لأي مواجهة قد يكون الوضع مناسبا لها إن لم تنجح الضغوط السياسية أو فشلت. يعني هم الآن يقولون في البيان أن الدائرة أصبحت ضيقة جدا على الحكومة لإعلان موقفها، سواء لجهة ما حصل أو لجهة كشف المتورطين في الداخل العراقي من الذين تعاونوا لتنفيذ هذه الغارة. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران، وشكرا أيضا موصول لمراد دلنسي وأيضا للعميدة شارل أبي نادر. فاصل نحلل بعدها قضية اليوم. Yeah.
العاهل القاتل الجوهر في الأبعاد حين تأتي العبارة من الإعلام الأمريكي، لكن مضمون الرسالة يبدو بعيدا عن عنوانها. جمال خاشقجي، قضية هزت الرأي العام الدولي إنما حين جاء الاتهام الأمريكي صريحا لولي العهد السعودي، جاء معه صمت، صمت إعلامي عربي، حرج أخلاقي كبير، عجز عن الكلام يصيب دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان وحاملي رايات الحضارة والثقافة، حملات بنوها ضد خصومهم على مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وفي الاستحقاق الأكبر سقطوا فاختبأوا وصمتوا. إنها العدالة على مقياس المصالح والتبعيات. إذن مع الكشف الأمريكي حول قضية جمال خاشقجي، السعودية تستنفر وتحشد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما إعلامها يتعاطى باغتضاب مع التقرير. أهلا بكم. لم تتقبل الرياض الإشارة الصريحة في تقرير الاستخبارات الأمريكية إلى مسؤولية ولي العهد السعودي عن تصفية جمال خاشقجي، وعبرت عن هذا الرفض على المستويين السياسي والإعلامي وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. سياسيا وبحسب وزارة الخارجية السعودية، وهي الجهة الرسمية التي تولت الرد، فقد اعتبرت أن التقرير يتضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة. على الصعيد الإعلامي، لم تتناول أكبر الصحف والقنوات التلفزيونية السعودية خبر صدور التقرير، فيما ركزت وسائل الإعلام السعودية التي مرت على التقرير بطريقة موجزة على ما قالت إنه غياب لأي أدلة ملموسة على تورط ابن سلمان. وهنا مثلا نرى كيف تجاهلت صحيفة عقاد شبه الرسمية الخبر، وكتبت في الصفحة الأولى الوطن محصن مع صورة كبيرة لولي العهد وهو يبتسم. هذا إعلاميا. أما على مواقع التواصل فقد تصدر هاشتاغ كلنا محمد بن سلمان موقع تويتر في السعودية. المغردون اعتبروا أن التقرير الأمريكي اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة. وبمجرد نشر التقرير على وسائل التواصل، بدأت مجموعات كبيرة من الذباب الإلكتروني السعودي تحديدا بمحاولة حرف مسار الحديث عن مضمون التقرير، وذهبت باتجاه تأييد محمد بن سلمان وتشكيل حالة توحي بأن هناك رفضا شعبيا للتقرير. فنشاهد كيف جرى نسخ مضمون الرسالة الواحدة ونشرها بأسماء مختلفة وتكرارها بشكل أوتوماتيكي. تقنيا أيضا، انتشرت مجموعة وسوم حول خاشقجي بطريقة كتابة مختلفة للتحايل على محركات البحث في تويتر، وذلك للتغطية على الوسم الأساسي الذي يدين ابن سلمان. نزار عبود، محلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة، سؤال افتتاحي، إلى ماذا هدفت إدارة بايدن من خلال الإفراج عن تقرير الاستخبارات حول خاشقجي؟ تحية لك رانا وللسادة المشاهدين والزملاء في التحليلية. لا شك طبعا أن فتح الملف هذا ونشر التقرير هو فتح ملف كانت إدارة ترامب قفلته، وبالتالي هو فاتحة لمرحلة جديدة في العلاقات السعودية الأمريكية. بايدن كانت عهد بجعل السعودية دولة منبوذة، وهو ربما بهذه الخطوة بدأ خطوة على الطريق جعل بهذا الطريق، لكن السعودية تبقى مهمة على مستويات عديدة، أهمها طبعا المجال الاستخباراتي. لا شك طبعا أن هناك تطورات لهذا الملف فيما بعد، حيث أن بلينكين أشار إلى وضع قائمة بعقوبات تتناول 76 شخصية سعودية متهمة بأنها تلاحق المعارضة في الخارج والصحفيين وتضايق كل الآراء الحرة في السعودية، وبالتالي هي خطوة على الطريق، وربما تكون خطوة لجعل ابن سلمان منبوذا فعليا ولا يصبح ملكا في المستقبل. طبعا يجب عدم استباق الأمور، لأن السعودية مهمة جدا. صحيح. على ليس فقط على المستويات الاستراتيجية في المنطقة، إنما أيضا على المستويات المالية. لو أن السعودية استبعدت تماما او ضيقت تماما وتوقفت عن بيع النفط بالدولار، فانها تلحق اذى كبير بالاقتصاد الامريكي. وهناك مؤشرات على ان سلمان وابن سلمان كلاهما حاولا في الماضي
أن يلوح للولايات المتحدة بأن هناك بدائل للسلاح وأن هناك بدائل للتجارة. زيارة بن سلمان الشهيرة إلى آسيا كانت علامة في هذا الأسلوب، وهناك طبعا ذهابه إلى موسكو ومحاولة شراء S-400 المضاد للصواريخ. كل هذه إشارات لا تريد الولايات المتحدة أن تجعل السعودية تمضي في هذا الاتجاه، لكنها هي بالقطع تحاول تغيير أمور حصلت بفتح هذا الملف من جديد. ناصر ألحام، محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية. ناصر، في السياسة هناك مصالح لا قيم. تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، أين هو من هذين العنوانين؟ في الحقيقة لفت انتباهي سلوك إسرائيل تجاه التقرير، وخصوصا فيما يتعلق بطريقة ومستوى التعامل مع السعودية ومع محمد بن سلمان. أولا كان هناك سارعت إسرائيل للنشر ولم تتدخل، بمعنى آخر بكل وضوح الطبع غلب التطبع والطبع غلب التطبيع، لم تتدخل، لم تتجند لمساعدة بن سلمان ولا السعودية، لا إعلاميا ولا أمنيا ولا اقتصاديا على الأقل في الظاهر، وحافظت على هذه المسافة، مسافة الغريب. أيوة، كأنما تقول للسعودية أنتم ستدفعون ثمن لنا أيضا في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالتقرير الاستخباري، أعتقد أنه لم يكن مفاجئ لأحد، وأن اختلفت الظنون حول استخدامه من الناحية الأمريكية، وخصوصا في المؤتمر الصحفي الأخير لأردوغان حول هذا الموضوع، كيف تم التعامل معه في هذا الموضوع. أعتقد أن معظم أجهزة الاستخبارات المهتمة والقوية في المنطقة تعرف تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها بطريقة تعاملها مع السعودية أرسلت رسالة. هذه الرسالة مفادها بأنه خطير على بن سلمان وعلى مستقبله السياسي، وعلى وسبق هذا التقرير ونشره اتصال بايدن مع الملك سلمان، وهذا أخطر. بمعنى آخر أنه الملك كان يعرف أن التقرير سيصدر وأنه سيدين محمد بن سلمان. ماذا بعد ذلك؟ أعتقد بأن الأمور الآن تفتح بازار التحليل وتفتح بازار الأمن وتفتح بازار كثير، وخصوصا فيما يتعلق باليمن. أعتقد بأن محمد بن سلمان الآن جاهز لدفع الثمن وجاهز لتلقي الأوامر في كل ما يتعلق بالإقليم، وأنه ترك الآن من دون مخلب ومن دون ناب، وهو جاهز لأي ثمن سيطلب منه وسينفذه. أتوجه إلى بهية حلاوي، مديرة الميادين أونلاين. بهية، كيف يمكن تقييم التغطية الإعلامية لهذا التقرير الاستخباراتي من الجهة الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ومن الجهة العربية، خصوصا إذا ما قرناها مع التغطية السابقة لعملية مقتل خاشقجي؟ نعم رانا، بالنسبة للإعلام الأمريكي أكيد تعاطى مع الخبر والحدث، لأنه لا يمكن تغييب المادة ولا يمكن القول أنه، لكن يعني لا يمكن أنه نقول أنه مقارنة مع أحداث أخرى حتى موضوع التغطية الأولى أنه في نفس الأسلوب أو اعتماد على نفس الأسلوب، أنه خبر بهذا الحجم وهذه الأهمية ربما كان سيحظى بتفاعل مختلف، تضخيم أكبر على كافة المستويات، المواد، المصطلحات المستخدمة، الصور، وحتى الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. معظم المواد اليوم يغلب عليها يعني أو الجزء الأكبر منها طابع إخباري أو خبري، عمليا سرد واستعراض لمجريات الملف من أساسه وتفصيل يعني بعض الجزئيات التقنية. بالنسبة للإعلام الأمريكي يعني في عناوين لافتة، في افتتاحيات مثلا العاهل القاتل كما ورد في التقرير وغيرها، لكن حتى بمضمون هذه المواد أو المواد الأخرى التي تناولت الموضوع معظمها يصنف ضمن مقالات الرأي، يعني تعبر عن رأي صاحبها وليس الرأي أو التوجه الرسمي الذي تتبنى هذه المؤسسات الإعلامية. وحتى عند الحديث عن أنه محاسبة بايدن تبدو يعني سطحية وشكلية وأنه عاد إلى نفس خانة ترامب، يجري تلطيف صورته حتى عبر القول أنه أفضل من ترامب أو أفضل مما قام به ترامب بالدفاع المستميت يعني عن محمد بن سلمان. هذا أمر طبعا متوقع إلى حد ما، لأنه الإعلام التقليدي لابد وأن يتبنى أو أقله يراعي مصلحة ووجهة نظر المجمع الصناعي العسكري والحزب الديمقراطي أكيد، لأنه زكوا بايدن قبل أشهر.
هنا يعني التأكيد على هذه النقطة هو إذا قارنا حسابات الكتاب والمقدمين وحتى المذيعين في يعني معظم الوسائل بحساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، طرحوا الكثير من الأسئلة والانتقادات. رانا مثلا مذيع في CNN قال أنه هل يجب فعلا أن نتحالف مع أشخاص يقتلوا الصحفيين، ومحلل في نيويورك بوست قال أنه مثلا بعض الأسماء في إدارة بايدن جرى استبعادهم من التعيينات الجديدة فقط لأنه انتقدوا يعني ابن سلمان علنا. بالنسبة للإعلام العربي والخليجي باختصار، في غياب طبعا للمواكبة باستثناء الرسمية أو الخبرية الرسمية منها، وهذا أكيد أمر متوقع خصوصا يعني بعد المصالحة الخليجية. مثلا بمقال أمامي في سكاي نيوز أنه تركيز على أنه الإمارات والبحرين والكويت واليمن حتى تؤيد السعودية وترفض المساس بسيادتها، ومن هنا يعني التوجه. اسمح لي أن أعود مجددا إلى نزار عبود. نزار، سؤال طرح ولا يزال، يعني هذا التقرير من يستهدف بالتحديد، السعودية أم شخص بن سلمان؟ وبالتالي ما الذي تريده واشنطن اليوم من السعودية، خصوصا بأن نصر اللحام تحدث عن دفع ثمن؟ هي رسالة أولية، وهي تهديد فعليا للسعودية، وتحذير أيضا للسعودية من أنها إذا سلكت سلوكا مماثلا لما ساد في عهد ترامب حينما تصدت مع إسرائيل للملف النووي وعملت على إجهاضه، والسعودية كان لها دور أساسي مع إسرائيل في موضوع انسحاب الولايات المتحدة من الملف النووي. إذا كان بايدن يود العودة إلى الاتفاق النووي بطريقة أو بأخرى، فإنه لابد أن يقول للحلفاء الذين عارضوه في المنطقة بأن مصالح الولايات المتحدة هي أكبر بكثير من مصالح الإسرائيلية والمصالح السعودية، وبالتالي هذا الملف يفتح كما فتحت الصور بالنسبة لمفاعل ديمونا قبل أيام لإسرائيل. دعيني أشير هنا إلى ما نشرته واشنطن بوست اليوم حول اختفاء معارض سعودي يدعى أحمد عبدالله الحربي من كندا وظهوره في الرياض، وكان هذا الشخص معارض على احتكاك بكافة المعارضين المتخفين في كندا والذين كانوا يستخدمون أسماء وهمية. هذا المعارض بعد أن دخل إلى السفارة السعودية الشهر الماضي اختفى قبل أسبوع وظهر في الرياض، لكن ظهر بشكل آخر ويتحدث بطريقة أخرى عبر تويتر وفيسبوك وغيرها، وهذا دليل على أنه يخشى المعارضون في كندا من أنه أفشى كل أسرارهم، لأنه يعرفهم فردا فردا ويخشون من الملاحقة. وبالتالي أعتقد أن أي تصرف من هذا النوع سينعكس سلبا كثير على العلاقات السعودية الأمريكية والكندية وغيرها، وربما نشهد المزيد من التوترات في هذا الخصوص. أتحول إليك نصر اللحام، فتح الملفات هكذا انتقائيا وتبعا للإدارة التي تستلم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي يكشف هذا الأسلوب من التعامل بين الدول تحديدا بين واشنطن والرياض؟ مهم جدا أن أقول بأنه ليس كل شيء واضح، وأن نعم ناصر لا يعرف الأمريكي ولا ماذا سيفعل بايدن في العديد من الملفات القصيرة والحساسة، وإن كان ناصر الصوت يأتينا متقطعا، ربما أعود إليك حين يصلح هذا الخطأ التقني. أعود إليك بهية حلاوي، إلى أي حد يمكن القول بأن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تجندت للدفاع عن بن سلمان؟ هل يمكن أن تحل مكان وسائل الإعلام التقليدية وتنجح في مهمة الدفاع عنه؟ هي ربما يعني لها طابع مختلف لأنه يعول عليها وتستثمر، يعني حتى باتت اليوم في الإعلام التقليدي والإعلام يعني التقليدي الشاشات والتلفزة وإلى ما هنالك. دعينا نعود ل 2018، رانا كان من آخر تغريدات خاشقجي قبل قتله تحدث بتغريدة عن الذباب الإلكتروني في السعودية تحديدا، وقال أنه هذا الذباب يشوه صورة السعودية ساخرا مما يعني يعدونه ويشغلونه ويمولونه، ويعني بنية حماية بلادهم كما وصفهم. اليوم بعد ثلاث سنوات على هذه الحادثة لم يتغير شيء فعليا. الذباب الإلكتروني السعودي تلقف التقرير البارحة وتم إطلاق يعني مجموعة من الحملات لأهداف مختلفة. حملة أولى كان هدفها شعبي طبعا، ومجموعة من الحسابات المؤتمتة والمبرمجة فقط لتضخيم صورة مفادة أن الشعب السعودي يرفض التقرير ويقف وراء بن سلمان. نلاحظ أنه مضمون التغريدات كما ورد في التقرير مكرر، يجري استنساخه من شخص إلى آخر فقط للتغلب على تقنيات تويتر. في حملة ثانية هدفها إعلامي بمجموعة حسابات أخرى تهدف إلى تشتيت وحرف مسار الحديث السائد من خلال نشر يعني وسوم بديلة
ترفع بشكل مفبرك ترفع يعني بشكل مفبرك فقط لتذوب الوسوم الأكثر رواجا، وبالتالي تصعب عملية استنباط الرأي العام الحقيقي، وبالتالي يصعب عملية توظيفه أو الاعتماد عليه في الإعلام التقليدي والغربي خاصة. وأخيرا في حملة أخرى هدفها سياسي فقط توظف لنشر الأخبار المؤيدة لبن سلمان كما ذكرنا في بعض الإعلام الخليجي، وتفيد أيضا داخليا بشد عصب قاعدته الأساسية، وطبعا مادة لتوظف بالإعلام الداخلي. اللافت أنه أكيد السعودية تمتلك تقنيات عالية وتضخ الأموال بشكل كبير لأنها تعرف تماما مخاطر هذا النوع الجديد من الإعلام وعمليات الرصد والاستفادة والتوظيف منه، ولكن اليوم أصبح المحللون يعني أكثر يعني حنكة في التعاطي ورصد هذه الحملات، وبالتالي لا يمكن القول أنه تفيد بالشكل المتوقع خاصة مع غياب التصرف أو السلوك العضوي أو العفوي عندما تكون حملات مفبركة أو ممنهجة. سأعود إليك ناصر، بما أنك لم تكمل يعني المداخلة، وأضيف ربما على السؤال الذي سألتك إياه، هناك إجماع بأن التقرير جاء بلغة مدروسة، إلى أي حد الاتهام الواضح والصريح لرأس القيادة السعودية قد يحمل في طياته رجع صدى لواشنطن التي دأبت على حماية أمن المملكة تحديدا منذ السبعينيات بصرف النظر عن ملفات حقوق الإنسان؟ التقرير وكشف التقرير فواتير قديمة، يعني لا يوجد فواتير جديدة. الفواتير الجديدة بدأت واضحة من خلال الحديث عن الاتصال الهاتفي بين بايدن وسلمان. ماذا يعني الفواتير القديمة؟ يعني أنه لم تسامح أمريكا بن سلمان على فعلته، وأن هناك ثمن سيدفعه. أعتقد بأنه تم نزع القشرة عن البيضة والآن هي جاهزة للأكل. فيما يتعلق ب ترامب بحد ذاته الذي أعطى حماية ليس فقط لبن سلمان، الكثير من الدول العربية، أنا أرى بأن ترامب غادر البيت الأبيض لكن لم يغادر عواصم عربية كثيرة، لا تزال تحلم بأن ترامب موجود، ترامباتية موجودة لا تزال، ويعتبرون أنه فتح المجال للتوحش، لا حقوق الإنسان ولا صحافة ولا بطيخ، وبالتالي بإمكان قتل من يشاء والحاكم هو حر في أن ينكل بشعبه. الآن اختلفت الأمور رويدا بدأ يفهم الجميع، واختيار السعودية كدولة غنية واختيار بن سلمان كرجل قوي وأمير وولي عهد يملك تريليونات، أعتقد أن هذا سيخيف الدول الأقل امتلاكا للقوة وأقل امتلاكا للمال، والآن ستحسب حساب للمعادلة الجديدة. المعادلة الجديدة هي ستكون الضربة ليست في ابن سلمان، الضربة في الاتفاق النووي الأمريكي مع إيران. إذا هذا حدث أعتقد بأنه كوابيس كثيرة ستصيب الزعماء العرب. ولا بطيخ يعني ناصر. أتوجه إليك نزار عبود، يعني سيناريو لجوء واشنطن إلى البديل عن بن سلمان، إلى أي حد هو حاضر في أروقة القرار الأمريكي؟ هو ليس ملحا في الوقت الحاضر، طبعا هناك ترتيبات كثيرة، هناك مطالب أمريكية كبيرة من السعودية بتغيير سياساتها في مجالات عديدة، أهمها طبعا التطبيع مع حقوق الإنسان والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والمراسلين والمعارضين. من ضمن الأشياء التي ستضم إلى ملف الخارجية الأمريكية في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان هو متابعة تحديدا الدول التي تلاحق الصحفيين، وهناك قانون سيصدر، قانون حظر خاشقجي، هذا القانون يتعلق تحديدا بهذا وسيبنى عليه. لا شك طبعا أن هذه مرحلة أولية، وكيف تستجيب السعودية مع المطالب الأمريكية ستتحدى الأمور كثيرة، لكن الباب يبقى مفتوحا على مصراعيه. في دقيقة بهية حلاوي، البعض قرأ التقرير من زاوية ورقة تفاوض لا أكثر ولا أقل، ولكن يبقى له تأثير على صورة شخص بن سلمان، ما حدود هذا التأثير؟ أكيد رانا، كما أشار الزميل ناصر يعني التقرير ثبت المثبت فعليا بالنسبة للمعلومات، ولكن ولم يحاسب أو يعاقب بن سلمان، ولكن فعلا هو يعني وجه ضربة قاسية لصورة محمد بن سلمان على المستوى الإعلامي كبراند يعني كسمعة، حتى خصوصا إذا ما نظرنا إلى الجهود التي تم بذلها يعني بالفترة السابقة لتلميع صورة محمد بن سلمان ومعالجة سمعته وحضوره خصوصا على الساحة الافتراضية. رصدنا عشرات التقارير وتحدثنا عنها في تحليليات سابقة، حتى فضائح عن محاولة
المحاولات السعودية لاستخدام المال مع شركات العلاقات العامة أو البي آر واللوبيات ووسائل الإعلام، حتى البعض منها يصنف ليبرالي، كلها بهدف يعني تلميع صورة محمد بن سلمان. نعم. والتركيز على يعني الأسلوب والمصطلحات والسردية، يعني على أنه الأمير الشاب الذي سيغير من وجه المملكة. وحتى بموضوع إسرائيل التعويل أو الترويج على أنه موقفه سيكون مختلف. لا شك أنه يعني بالتركيز على الوحشية التي جرت بها العملية والمواد التي يعني يجري التعاطي معها اليوم، خصوصا يعني في هذا الإعلام، لا شك أنه السمعة هذه تضررت بشكل قاسي جدا. نعم. خصوصا يعني لدى فئة الشباب. وبايدن أكيد لا يمكن بهذا التوقيت أن ينفصل عن الصورة النمطية التي كرسها يعني الحزب الديمقراطي في الفترة الأخيرة. أعود إليك أيضا ناصر في دقيقة. ناصر لو سمحت، يعني قلت بأن إسرائيل سارعت إلى نشر التقرير وطبع يغلب التطبع، ولكن هناك من يقول بأن السعودية قد تعزز من علاقتها مع إسرائيل في هذه الأيام وتستفيد من اللوبي الموجود لديها في واشنطن لتمر الأربع سنوات لدى بايدن. ما يعني صحة هذا التحليل أو هذه الزاوية من التحليل والقراءة؟ واضح انه المستشارين عند ولي العهد السعودي يعني غير مطلعين حقيقة على ما هي إسرائيل. إسرائيل لا تقدم شيء مجانا، إسرائيل ليست الصليب الأحمر ولا خدمات إنسانية، إسرائيل احتلال ستأخذ قلب السعودية وخزائن الأرض منها قبل أن تساعدها في أي شيء. إسرائيل تريد أن تحمي ظهرها أساسا من بايدن، وهي مرعوبة وخائفة. غالبية المؤيدين لبايدن في الولايات المتحدة من الحزب الديمقراطي، اليهود الإيباك وحتى غيرهم، هم غير راضين عن السعودية. وبالتالي الآن حكام تل أبيب وخصوصا رئيس الموساد يوسف كهين يبيعون الوهم لمحمد بن سلمان بأنهم قادرون على تحسين صورته في الولايات المتحدة الأمريكية. يحسنوا صورتهم أول شيء، يحسنوا صورتهم، يعني هل يحمل الماشي الماشي. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، وشكرا أيضا موصول لبهية حلاوي وأيضا لنزار عبود، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.